تكون الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مسرحا للموقعة المهمة والمصيرية، والتي ستجمع ممثل سلطنة عمان فريق البشائر مع نظيره الأهلي البحريني، وذلك ضمن حسابات الجولة الثالثة من منافسات بطولة واصل لغرب آسيا للأندية لكرة السلة. البشائر يدخل المواجهة وعينه على تحقيق أول انتصار له في البطولة وتعويض نقاطه المهدورة بعد تعرضه لخسارتين في الجولتين الماضيتين. بكرة مباراتنا راح تكون إن شاء الله مباراة قوية جدا إن شاء الله مع الأهلي البحريني. طبعا الحظوظ تقريبا متساوية، هم فرق المحترفين فقط يمكن يفرق عندهم، ولكن أمان عالية وإن شاء الله هم عندهم خسارتين وإحنا عندنا خسارتين في الأولى مباراة ثاني مباراة من نفس الفرق، وإن شاء الله هذا نهاية الدور الأول هذه المباراة راح تكون، وإحنا نطمح إن شاء الله للفوز ونحقق يعني أول فوز في مباريات واصل إن شاء الله. وخاض البشائر مساء أمس حصته التدريبية الأخيرة استعدادا للمواجهة المرتقبة، والتي تعد اختبارا حقيقيا للمدرب نيفان فيليب ولاعبيه، خاصة وأنهم يواجهون فريقا يعرفهم جيدا بفضل المواجهات التي جمعتهم في المواسم الماضية. والله نحن المفروض بكره اننا نقدم كل اللي عندنا، استعدادنا مش الاستعداد القوي صراحه اللي الناس تستعده عاده، ولكن نتامل بجمهور يساندنا بكره ان شاء الله، وحكم الارض ان شاء الله تكون في مصلحتنا. ويطمح البشائر اليوم لاستغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق الفوز وكسر سلسله خسائره المستمره منذ 8 مباريات في بطوله واصل، والتي تعود إلى الموسم الافتتاحي موسم 2022-2023.